إلى شأن إيراني الآن، حيث تقدم رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني، وهو من الأعضاء البارزين بالتيار المحافظ، لخوض انتخابات رئاسية مبكرة ستجرى الشهر المقبل بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرات هليكوبتر. وقال لاريجاني وهو مستشار لخامنئي للصحفيين إنه سيركز على معالجة المشاكل وحل مشكلة العقوبات مع الحفاظ على دفاع قوي بحسب قوله. ومنع مجلس صيانة الدستور لاريجاني من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2021. معنا هنا في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع صالح حميد، الباحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث. مساء الخير صالح، أهلا بك في الأخبار الليلة. يعني اليوم عدنا لنرى وجه قيل بأوقات وقت من الأوقات أنه قد يستخدم في هذه الفترة، علي لاريجاني مع حفظ الألقاب. ماذا يعني دخوله السباق؟ هذا يعني أنه أصبح يمثل أحد التيارات المهمة التي في حال يعني عبر من فلتر مجلس صيانة الدستور سيكون خلفه المحافظين التقليديين، حتى ممكن أن نقول القسم كبير من المعتدلين جماعة روحاني والإصلاحيين أيضا، إلى جانب بالطبع الآن يعني أصبح لدينا ثلاث مرشحين يمثلون ثلاث تيارات. لاريجاني كما قلنا محسوب على التيار المحافظين التقليديين المعتدلين، أيضا علاقاته جيدة مع الإصلاحيين، بالإضافة إلى سعيد جليلي الذي يحظى بدعم كامل من التيار الأصولي المتشدد الذي يهيمن الآن ليس فقط على الحكومة وعلى البرلمان وعلى باقي المؤسسات، بالإضافة إلى عبد الناصر همتي وهو مرشح التيار الإصلاحي، كان محافظ البنك المركزي وترشح في الدورة الماضية، يعني نال تقريبا 2.5 مليون صوت منافسا لرئيسي، ولكنه لم يحظى بالأصوات الكافية نظرا لأنه لم يكن محل إجماع لدى كل الإصلاحيين، ويفتقد إلى الكاريزما التي لدى القيادات الإصلاحية، فلذلك لم يستطع منافسة رئيسي والآخرين في الانتخابات السابقة. إذن الآن لدينا ثلاث شخصيات لحد الآن، اليوم الثاني من الترشيحات، باقي ثلاث أيام، يجب أن نرى إذا ما كانت شخصيات أخرى مثيرة للجدل مثل محمود أحمدي نجاد سيتقدم بالترشيح، أو شخصيات أخرى قد تكون مفاجئة من التيارين الإصلاحي والمحافظ. بالفعل يعني بدأت الأسماء تصبح لافتة جدا، ولكن كما قلت بانتظار الفلترة أو قبول الترشح. بس تحدثت عن محمود أحمد النجاد، نسأل كذلك عن روحاني، عن محمد جواد ظريف، عن أي من الوجوه المعتدلة هذه، هل فعليا أو حتى الإصلاحية، هل فعليا يمكن أن تدخل هذا السباق أو لا؟ يعني إلا إذا أراد النظام حماية النور الانتخابات، يعني مجيء علي لاريجاني مؤشر على ذلك، أيضا عبد الناصر همتي، فمن غير مستبعد ترشيح يعني أحمد نجاد أو حتى روحاني، ولكن هو أكبر من العمر المسموح به للترشح على ما يبدو روحاني، صحيح؟ هو الترشح 40 إلى 70 عام، لا أعتقد أنه تجاوز 70، فلذلك ليست هنا المشكلة. المشكلة أنه هذه الدورة مجلس صيانة الدستور أضاف يعني شرط آخر إلى الشروط التقليدية للترشح، وهي أن لا يكون المرشح ذو سوابق يعني مرفوض سابقا مثلا، أو لديه يعني يدعم ما يسمى ما يسنه بالفتنة، يعني والمقصود الاحتجاجات الشعبية، فكل من كان له رأيا مؤيدا للاحتجاجات الشعبية سيتم استبعاده. لذلك الكثير يرون أن ربما يعني لاريجاني كان مثلا له بعض التصريحات حول الانتفاضة الخضراء وبسببها رفض في الانتخابات السابقة. أحمد نجاد كما نعلم كان يحظى بدعم كبير من المرشد، وبعد ذلك انقلب وغير اتجاهه وأصبح أصلا خارج دائرة التيار الأصولي، الذي الآن أكبر مرشحه القوي هو سعيد جليلي، ويضع كل المتجددون ثقلهم خلف سعيد جليلي. كما نعلم الآن هم موجودون في الحكومة، موجودون في البرلمان،
في المؤسسات حتى في مجلس صيانة الدستور. فلذلك إذا يعني أراد النظام الحفاظ على الوضع الموجود سيذهب إلى جليلي، ستذهب بالتأكيد الأصوات باتجاه دعم جليلي بشكل كامل. بس هنا فقط أريد أن أتوقف عند النقطة، عائلة لاريجاني هي عائلة موجودة بالمشهد منذ فترة طويلة، نتحدث عن الأشقاء الخمسة حتى الموجودين بالمشهد منهم علي لاريجاني. أريد أن أتوقف هنا عند أهمية العائلات بإيران، لأنه نحن دائما نتابع موضوع التيارات ولكن لا نتوقف كثيرا عند موضوع العائلات. ما هو هذا السر؟ من أين تأتي بعض العائلات بهذه القوة؟ صحيح، هذه نقطة مهمة جدا. يعني أصبحت العائلات ربما دورها أقوى من الأحزاب كما تفضلت والتيارات السياسية، لأنه هذه العائلات مثلا عائلات لاريجاني أحدهم في القضاء كان معاون السلطة القضائية وهو جواد لاريجاني لسنوات عديدة، وتم عزله قبل عامين تقريبا. أيضا صادق لاريجاني يعني عضو كان مجلس خبراء لكن رفض في الدورة السابقة، ومع ذلك الآن هو عضو مجمع تشخيص مصلحة نظام مع شقيقه علي لاريجاني. فهؤلاء العوائل الذين شاركوا بالثورة أصبحوا فيما بعد من النواة الأساسية للتيار الذي يهيمن على السلطة، ويتقاسمون المؤسسات بين اقتصادية وحرس ثوري أو البرلمان أو، ولذلك يعني أصبح لهم دور لا يمكن يعني إزالته بسهولة. رأينا يعني الآن رغم كل ملفات الفساد التي أثيرت ضد عائلة لاريجاني خاصة صادق لاريجاني رئيس القضاء السابق، لكن ما زال الأخوين عضوان في مجلس تشخيص مصلحة النظام ومدعومين من قبل بعض التيارات سواء في الحوزة في الحرس الثوري وفي البرلمان. ولذلك من غير المستبعد أن يحظى أيضا علي لاريجاني بدعم كل هؤلاء المجموعات. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا هذا المساء بالأخبار الليلة في الاستوديو صالح حميد، الباحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث.